وأنا في اعتقادي أن الإيمان ده بينفعنا في ثلاث حاجات بالذات الحاجات السلوكية. الإيمان ممكن يفتح العيون زي مثلا أدي نموذج من كلمة الرب زي هاجر. هاجر بعد ما طردت وأخذت إسماعيل وإبراهيم باركهم ومشوا وقربت المية خلصت ونفذ الماء وخلاص هما في مرحلة موت. يقول كتاب جملة رائعة يقول وفتح الرب عيني هاجر لكي تبصر بئر ماء. بئر المية موجودة بس هي عيونها مش شايفاها. مرات احنا كمؤمنين نواجه مشاكل وعندنا احتياج ملح ومش عارفين نجيب من وين مي. بدنا خلاص الولد هيموت وانا بموت. يعمل ايه الرب بالايمان؟ يفتح عيون هاجر فترى بئر ماء. عزيزي المشاهد يمكن عندك مشكله بتعاني منها وبتدور على حل مش لاقي الحل. خلي الايمان اللي الرب اعطاه ليك يفتح عينيك فتبصر الحل. زي الغلام بتاع إليشع لما إليشع شاف مركبات الأعداء محاصرة لاغتيال إليشع. إليشع في أمان لأنه شايف حماية الله. الغلام مش شايف ده. عمل إليشع صلى من أجل الغلام أن الرب يفتح عيني الغلام فيبصر. فالإيمان اللي كان عند إليشع بصلاته الغلام لما فتحت عيونه يقول إن الذين معنا أقوى من الذين معهم. شاف مركبات. شاف مركبات سماوية نارية. يبقى العيون هنا عملت إيه؟ اتغيرت. الإيمان يفتح قدام التحديات. قدام المواقف الصعبة ألاقي نفسي الإيمان فتح عينيا وشايف المخرج.